انا اربط ما بين التو فيلدز اللي انا بشتغل فيهم، يعني اعتقد انه هتبقى فكره مش صعبه قوي، بالذات ان انا مختاره تخصص اللي هو السايكاتري نفسيه. فحابه جدا انه انا يعني اربط ما بين نفسيه البيشنت اللي هي تبقى بنوته مثلا، وبينها بالفاشن والالوان، اما مثلا تلبس لون معين او دريس جديد، فده ازاي هيغير المود بتاعها. الطب هي مش سهله، بس مش مستحيل تعملي حاجه جنبها، يعني طالما انت عايزه تعملي حاجه معينه هتعمليها. فكره الدراسه كانت ممله وكانت صعبه وبتجيب لك ضغط نفسي كبير، فلازم انه يبقى جنب الدراسه حاجه اكتر من حاجه، يعني ما يبقاش انا بقى اللي هو حياتي مكرسه للعلم وخلاص. الموضوع مش سهل، واكيد المستشفى الصبح بتبقى واخده وقت كتير، الموضوع بيقل هنا بالتدريج شويه، بس مش ان شاء الله يعني ما يختفيش خالص. يعني بعمل لبس للعرايس، وكنت بقعد بقى يعني ايه اختار الوان وتصميمات معينه، وكل يوم اقعد اعمل لهم حاجات كده. الموضوع اتطور شويه ان انا لما كبرت بقيت اعمل شويه لبس لنفسي، يعني كان بسيط في الاول، حاجات مش معقده قوي. لما دخلت الكليه يعني حاولت ان انا ارجع تاني حاجه كنت بحبها، لانه الاسترس على المذاكره وطول الوقت في امتحانات وكده كان مخليني عايزه الاقي حاجه اخرج فيها الطاقه اللي عندي بعيد عن المذاكره. يعني رجعت تاني بقى الهوايه اللي انا كنت بحبها، اللي هو ان انا اعمل لبس وان انا اشتغل كروشيه وتريكو كده، حاجات الهاند ميد عامه. يعني بدات اعمل لنفسي اللبس وانزل بيه الكليه، والناس بقى تبدا تقول لي طب انت جايبه منين، طب ده مين اللي عامله او كده. لما الناس بدات تبقى عايزه من نفس الشغل اللي انا بعمله كده، كنت بعمله في الاول ككادو، يعني اللي هو انت مثلا عايزه سكيرت معينه، عايزه بلوزه عجباكي، كنت خلاص هي هديه، لان انا ما كانش الموضوع بالنسبه لي هيبقى بيزنس قوي او ان انا هشتغل في الفيلد ده. يعني ناس كتير بقى اصحابي قعدوا يقولوا لي طب لا ابداي يبقى شغل واعملي بيج على فيسبوك وكده ونزلي فيه حاجتك. عملت كده فعلا، كنت في ثالثه، كانت برده البيج كانت لسه بادئه خالص، اللي هو الحاجات برده انا كنت عاملاها قبل كده. عندنا مكان كده صغير، قلت طب ما اعمله يبقى اتيليه واعمل ديكور معين كده في مزاجي، وانقل فيه مثلا بحيث ان هو اولا يبقى بعيد عني عشان وقت المذاكره يبقى مذاكره ووقت الشغل يبقى شغل. فعملت كده فعلا، وكان يعني كان صغير كده في البدايه، يعني بعدها ده كان يعني يعتبر بدايه الشغل قوي. يعني الفكره ما كانتش مفهومه، او يعني اولا قعدت فتره كبيره جدا الناس تقول لي انت بتشتغلي خياطه، انا ما عنديش مشكله في المسمى، بس هي الفكره ان انا ما كنتش كده، لانه انا بعمل حاجه بمزاجي وقت ما بيكون ليا مزاج، طريقه عرض معينه، كل الحاجات دي مختلفه. وعامه كل الناس اللي كانت بتديني بوزيتيف كومنتس مثلا على اللبس او الحاجات دي كانت بتشجعني جدا وبتخليني ان انا اكمل. في كذا موقف، بس يعني الموقف اللي معلق معايا انه مثلا قعدت فتره وانا في الكليه الناس اللي ما كانتش تعرف ان انا في طب كانوا بيستغربوا ان انا في طب، لو ايه انت مش باين عليكي اصلا ان انت في طب او دكتوره. يعني عندي بتقابلني انه الناس اللي كانت بتشتغل معايا دايما بتمشي في وقت انا ما ببقى محتاجاهم فيه، يعني فمقرره انه الفتره الجايه دي يبقى فيه زي كورس كده بمبلغ قليل قوي، اعلم اكتر من بنت يعني اتجاهي او طريقتي في التصميم والخياطه وكده، بحيث ان هم يبقوا معايا ويبقى تيم، يعني اللي هو احسسهم انه المكان بتاعهم وكده، بحيث ان هم يبقوا معايا دايما. كذا حد كان عندي في الكليه كان بيجي هنا وكنت بنعمل حاجات سوا. يعني اتمنى انه يعني فكره انك تحط نفسك في فيلد معين او في اطار معين المجتمع هو اللي رسمه لك يتغير. فكره انه عشان دكتور او عشان مهندس او عشان حد كده في بوزيشن معينه ما ينفعش تعمل حاجه تانية، او هو ده التخصص بتاعك بس.